ازيكم يا مواليد برج الجوزاء؟ يا رب تكونوا بخير. انا مريم. توقعات برج الجوزاء ليوم السبت 7 مايو ايار 2022. توقعات العشرية الاولى مواليد 21 مايو ل 31 مايو. هيبقى في تناغم كبير وتوافق طبيعي جدا ليك وكل الاشخاص اللي حواليك النهاردة. انت هتبقى قادر جدا علشان تندمج بكل سهولة ضمن فريقك في اليوم ده من غير اي نوع من انواع النزاعات. هتسود اجواءك، تناغم هيبقى كبير جدا جدا وتوافق كبير جدا مع كل الاشخاص اللي حواليك. ممكن حتى انك تستفاد النهاردة من التأثرات الايجابية اللي بتظهر دي في نشاطات تبقى ترفيهية اكتر، هتبقى بتفرحك اكتر خاصة في الشغل علشان تدفع بيك كل الامور النهاردة وتبقى فرد منتج بشكل كبير. توقعات العشرية التانية مواليد 1 يونيو ل 11 يونيو. هتقوي كل الروابط الاجتماعية اللي بينك وبين كل الأشخاص اللي حواليك. انت هتبقى على وفاق كبير وانسجام كبير مع كل الأشخاص اللي حواليك من محيطك، سواء على مستواك الشخصي أو حتى المهني. هتنتفع من التناغم ده في انك تقوي كل علاقاتك وكل الروابط القايمة بينك وبين كل الأشخاص اللي حواليك علشان تتسلح في الأوقات اللي بتبقى عصيبة بتواجهك واللي ممكن تبقى فيها مجموعة الأبراج الكونية مش مبشرة بالنسبة ليك ولا حتى لأحوالك اللي بتبقى مش في صالحك. توقعات العشرية الثالثة مواليد 12 يونيو ل 20 يونيو. يومياتك النهاردة تعتبر سارة ومبهجة في مجملها. هتبقى في طبيعتها النهاردة وحتى هتوصل لأنك هتوصل لتفاهم كويس جدا مع كل الأطراف اللي بيحيطوك النهاردة وحتى كل الأشخاص اللي انت بتتقابل معاهم. هيبقى في توافق ما بينكم. هتستمتعوا بالفترة دي اللي بينعكس فيها لكل الأشخاص اللي حواليك تعاطفهم معاك، وهتنتفع من الطاقة الإيجابية اللي بتبقى قدامك علشان تتخلص من كل أنواع الضغوط اللي بتبقى بتواجهك في يومك ده، خاصة إنك محتاج إنك تبقى بسترجع هدوءك بشكل كبير.